الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا اليوم أفضل أيام العام، هذا أكبر العيدين وأجلهما، هذا يوم الحج الأكبر، هذا يوم الشعائر العظيمة، هذا يوم إعلان التوحيد والتجريد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا يوم مبارك جعل الله يوم عرفة قبله توطئة له وتقدمة بين يديه، يقف فيه الحجيج بعرفات منيبين إلى ربهم مسلمين، داعين مخلصين له الدين، منبهين مكبرين، خاشعين خاضعين، فيتجلى لهم الله سبحانه ويدنو منهم ويباهي بهم ملائكته ويكرمهم بالرحمة والغفران ويعتق كثيرا من عباده من النيران. يوم النحر هذا يوم عظيم يجتمع فيه من الشعائر المحبوبة إلى الله ما لا يجتمع في غيره، فيه وفادة الحجاج إلى البيت العتيق، وفيه يوم الجمار، وفيه نحر الهدايا والضحايا تقربا للعزيز الغفار، فيه حق الرؤوس والتقصير والتهليل والحمد والتكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام، في مثل هذا اليوم المبارك الأغر من السنة العاشرة من هجرة خير البشر، كان إمام الثقلين صلى الله عليه وسلم في مقدمة جموع المسلمين بمنى يقودهم في حجة الوداع، وكان أول من سكن فعله أن رمى جمرة العقبة ضحى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، ثم انصرف إلى المنحر، وكان عدة الهدي الذي ساقهم معه 100 بدنة من الإبل خاصة تعظيما لشعائر الله تعالى، وعملا بقوله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فباشر بيده الكريمة المباركة الطاهرة هذا النسك، فنحر 63 بدنة، ثم أعطى علي رضي الله تعالى عنه فنحر ما بقي وأشركه في هديه، وأمر من كل بدنة بقطعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم حلق رأسه الشريف، ثم ركب فأفاض إلى البيت العتيق فطاف به. وفي ذلك اليوم المبارك خطب صلى الله عليه وسلم بمنى خطبة عظيمة، ودع فيها أمته وذكر ووعظ وأنذر وبلغ وأشهد على ذلك بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلامه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع.